الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في يعني كنت أريد أذهب إلى قصة أخرى، ولكن اليوم نجعلها قصة غير المراد، وهي عن ماذا؟ الحديث يكون مركز حول أسئلة من التعليقات، يعني جاءتني وشوية يعني قوية في نظرهم، قوية جدا ولا يوجد لها جواب. وهي نأخذ السؤال الأول، هم عن عدة أشخاص لكن مختصر أجمع الكلام كله. مثلا في ناس يعني يعلقون على موضوع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير الواقع حتى تغير ما بنفسك. إذا تذهب تغير الواقع لا تستطيع، هذا شغل الله يغيره هو، ولكن المطلوب منك تغير الداخل. طيب في ناس يعني يولدون بعاهة ما، أو عقليته تعبانة إلين يموت، هو ما عمل شيء في الداخل عشان يظهر الواقع، ولا يستطيع يفعل شيء في الداخل حتى يتغير الواقع. مثلا هذا واحد مثال. مثال آخر، الحوادث اللي تصير في العالم على ناس يعني بريئين، أو مثلا الفقر الذي في أفريقيا، يولد في الفقر ويجلس في الفقر حتى يكبر، واقع مفروض عليه يعني. وفي الحقيقة هذا لا غير صحيح، يعني إذا نحن ذهبنا لأي بلد في أفريقيا ولا أي مكان في العالم يعني معروف بالفقر المدقع، نجد فيهم يعني ناس مليونيرات موجود من نفس البلد أو من خارجه. وإذا ذهبنا مثلا لمكان ما مثلا أمريكا، نجد مشردين أمريكان ما عنده بيت ولا عنده أي شيء، ونجد كذلك يعني من بعيد من بلاد فقيرة جاءوا عندهم وصاروا أثرياء، إما يلعب كورة في بلد، يعني هو جاء من بلد يعني فقيرة يلعب كورة عند بلد ثرية وصار مليونير. فغير الله ما به وانتشلوا من الفقر وجاءوا في مكان آخر أو في نفس مكانه يصير ثري. بس لكن هذا الواحد يذهب إلى يعني الشطط بعيد من النفس، هذا يذهب إلى إكستريم شطط بعيد، علشان إيش؟ يقول له خلاص هذا القانون غلط، اختصار وخلاص ارتاحت، وتبغى كذا هدوء ما تبغى التغيير. جيب أفكار النفس وتبعد الواحد إلى يعني أشياء غريبة عليه، ما يستطيع هذا القانون ما ينطبق عليها بنظره هو، حتى تحجزه عن الحركة والتقدم إلى الله مثلا أو التقدم لإصلاح نفسه. فنحن لازم نفهم حاجتين. القصة بعد قليل نتكلم عنها وهي تعطي جواب شافي، وقبلها نفهم إن هذه الحياة مرحلة، ليس إذا هي سيئة الباقي سيء، وليس إذا هي حسنة الباقي حسن، لا، تعتمد على مدى يعني إصلاحك لنفسك من الداخل، وهدفك أني أكون في الدنيا سعيد مبسوط ما في عندي مشاكل، يأخذ نصيبه. لكن المراحل الأخرى ما تعتمد على هذا القانون، قانون آخر، قوانين أخرى، مو قوانين، لكن يشملها كلها على أساس تكون حياة سعيدة في كل المراحل. الإيمان بالله والثقة به وحبه، ها، وإيمان برسله. الإيمان درجات، إيمان برسله أنه أرسل رسول وهذه الرسالة نطبقها، ثم يعلو شوية
يعرف انه يعرف معنى رسول ومعنى نبي، موجود هنا في القناة معنى نبي ومعنى رسول، ما هو يعني العمق يأتي بعدين. أول إيمان بالغيب، أمشي كذا أنت بس واحد طفل يسأل ما هذه الكسور التي أراها في هذه الورقة، الزايد والناقص والضرب والقسمة والجذر التربيعي والجذر التكعيبي، وهو لسه ما دخل الابتدائي ما يعرف ألف باء، وهذه علامات رموز أمامه يقول أنا لازم أعرف هذا. فنقول له لا بأس ستعرف، ولكن ليس الآن، أدخل مرحلة ثم مرحلة ثم تعرف في المرحلة الثالثة تعرف. الآن لا تستطيع، لا تستوعب، حتى لو شرح لك أنت تقول مش معقول وتقول ليش صعب. لكن هو إذا وصل تلك المرحلة يقول فهمت الآن. فأول أدرس بالغيب، آمن بالغيب، يقول خلاص في أشياء أنا ما أفهمها ولكن أمشي. النفس تجيب هذه الأشياء اللي ما تفهمها حتى تقول خلاص وقف هذا كلام باطل. فإذا الطالب مثلا قال والله يا والدي أنا ماني رايح المدرسة ما دام هذه أشياء ما فهمتوني، هي ما لازم أفهم أول. ادخل امشي، حتى في النجارة أشياء كثيرة بالشرح ما تفهم، في السباحة أشياء كثيرة لابد تدخل المجال الذي تريده، بعد ذلك تتوسع فهمك. فالذين يريدون قوانين الدنيا للدنيا ما يهتمون بالمراحل الأخرى، موجود قوانين الله نفسها اللي يأخذها المؤمن وغير المؤمن. من يريد ثواب الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق. يريد ثواب الدنيا، ثواب يعني الأشياء الطيبة التي فيها اللي يثاب عليها، أنت سويت كذا يلا خذ جائزة، خذ صحة، خذ قوة، خذ كل شيء موجود. بعدين موت هناك في قوانين أخرى، يقول ربي ارجعون ما يرجع، لأن الموت بعد الموت في مرحلة، كل ولادة بعدها موت. مثلا قبل بطن الأم كنا في حياة أخرى، حياة قابلنا الله، حياة الذر، إذا أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم، وقبلها وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، قبلها عرض الأمانة، إن عرضنا الأمانة للسماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. هذه حياة، أنت حيات هذه الحياة، ومت من حياة عرض الأمانة، وولدت في مرحلة أخرى اسمها عالم الذر. نأخذها كده بهذه المعاني الموجودة في القرآن. طيب، وقال ألست بربكم قلتم بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، نسينا، إحنا نسينا قبل 5 سنوات في حوادث، قبل 10 سنوات كيف عاد في عالم الذر. كل شيء نفتكره بعدين، الآن أنت مخك مركز على هنا هذه مرحلتك، ثم تنتقل المرحلة الأخرى وهكذا. فهم في ذلك العام، في ذلك العالم، عالم الذر، ماذا حصل؟ قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، نسينا ما انتبهنا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. هذا الناس اللي يعني يروحوا غفلة عن الله، حتى إنما أشرك آباؤنا، يعني أبوي اللي رباني أشركوا، أنا أشركت معهم وقلت ما في لا ما في رب ما في كذا ولا أي حاجة من هذه الأمور. أنت الآن موجود، وأبوك موجود، وجدك موجود، وابنك موجود، وحفيدك موجود، كل موجود، وأصلا ما هم دارين هذا إنه بيصير هذا حفيدي وهذا ولدي، إحنا أرواح. وقلنا أنت ربنا، ما في رب غيرك. طيب متنا، أنت مثلا تولد في عام 2024، 2060، 1900 وكذا، 800، 700، خلاص تحديد مثلا الوقت، جيت أنت في
مت من عالم الأرواح عالم الذر وولدت في الرحم، هذا عالم. السموم تنعشك، أنت حي، عيش بالسموم بدون أكسجين، بدون أكسجين، هذا له قوانينه، كما ذلك العالم له قوانينه. بعد ذلك يسمونها الولادة، هي موت وولادة. مت من هذا العالم في البطن بقوانينه الخاصة بك، في قوانين خاصة. طيب، وخرجت إلى عالم، ولدت في عالم الدنيا، قوانين خاصة، لازم الرئتين تعمل، لازم يعني الأكسجين يدخل في الجسم. طيب، أول بدون أكسجين عايش؟ عايش ويتحرك وصحة وكل شيء، فيخرج إلى 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 يولد في عالم الدنيا. ثم بعد أن يقضي السنين التي جلسها مثلا يموت، نحن نشوف يموت ما نشوف يولد، هو يموت ويولد في البرزخ. برزخ، برزخ حاجز بين عالمين، هذا عالم الدنيا، هذا البرزخ اللي نحن سننتقل إليه بعد الموت، وهناك حاجز، حاجز إلى هنا وحاجز إلى العالم، عالم كذلك آخر. في هذا الحاجز هو يطالع هنا ويطالع هنا يشوف، في ناس يرجع يطالع للدنيا ويقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رجعني لهذا العالم أبغى أضبط أموري، ها؟ وإذا نظر إلى هناك قال ربي لا تقيم الساعة. والمؤمن الشهداء إيش يقولوا؟ يريدون أن يرجعوا مرة ثانية حتى يقتلوا في سبيل الله، ويقتلوا 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 مثلا، ما في. وينظرون إلى أي، كل المؤمنين ينظرون، ها، من 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 البرزخ هذا إلى العالم الآخر، يشوفون النعيم، يقول ربنا أقم الساعة. هذا هو نعيم القبر وعذاب القبر. اللي يشوف جحيم يتمنى يبغى يرجع لهنا ما يقدر، ويبغى ما يبغى، ربي لا تقم الساعة، معذب منتظر قدامه، يلا مش لقى مثلا واحد في السجن وغدا تنفيذ، كيف يكون حاله؟ عذاب. فإذا نحن هذا مو، هذه مقدمة، فنفهم إنه هذه الحياة جزء من مراحل حياتك، مضى أشياء وقدامك أشياء، أمامك، أمامك مراحل. فلا ننظر أن كل شيء هو هذا، أنا لازم أعيش في الدنيا سعيد مبسوط وكل شيء مثلا، وهذه الأمور وليش هذا يصير وهذه الحوادث كيف تعمل. اصبر ويعلمك الله، ربنا قال في القرآن اتقوا الله ويعلمكم الله، هنا في تعليم خاص من الله، تعليم خاص يفهمك، وإذا فهمك هذا مراحل جامعة، ما تقدر تفهم اللي ما جاء في اتقوا الله ويعلمكم الله، لسه في بعيد. تشرح تشرح نثريا كلاما، والكتب ملآنة أصلا بتفاسير هذه الحوادث اللي تحدث على الأطفال وعلى كذا، ملآن تفاسير، وعمن الشيخ جوجل بحط بحث يوجهك إلى أناس يقولون هكذا وهكذا وأدلة، ما تقتنع. مثل الطفل هذا توري الكسور تقول له تشوف هذا معناته زايد، هذا ضرب، إيش ضرب؟ خمسة في خمسة يساوي كم؟ يقول لك مثلا إذا هو نبيه شوية وعلمته يقول لك عشرة، لا 25. كيف 25؟ تقعد تتعب معاه وتغلب، كيف إذا نظريات عليا؟ لذلك تقول له طبطب عليه، تقول له أي كلام يقنعه، وبعدين يمشي يمشي يمشي. هذه هي قصتنا اليوم، وهي قصة، قصة نقرأها كل جمعة في سورة الكهف، قصة سيدنا موسى والعبد الصالح. لا نريد نخوض في تشتتات في الجوانب، من هو هذا العبد الصالح فلان، لا لا يوجد، هل هو رسول، هل هو نبي، هل هو هذا حي مستحيل، كلام يعني يلفت انتباهنا للجوهرة الموجودة في القصة. مثل ما يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير
في ناس قالت ما شاء الله أنا عجوز ولا شايب كبير ولا أمي، يقول أنا أصلي في الثلث الأخير يا رب يغفر لي من يستغفرني فأغفر له. واحد ثاني قال تشتت العلماء في الكتب ما إيش الثلث الأخير، المقصد الثلث الأخير في هذا البلد غير ذاك البلد، وينزل إيش معنى ينزل ويطلع إيش معنى، يعني انشغلوا، وهذا الضعيف انشغل بالثلث الأخير في الليل يصلي ويستغفر الله وما له شغل بالقصة كلها. هذا مسك صح، فنحن بندخل في اللب. فنحن بندخل في اللب، معلش في ملاحظات خارجية. فنحن بندخل في اللب في القصة، ما نتشتت عنها، موجود معلومات ولكن مختلف فيها، فما لنا بالمختلف. إذن قصة سيدنا موسى والفتى، ثلاثة أنفار ترى، بس الناس بس يذكرون نفرين ولا ثلاثة في البداية، وبعدين نتركه، نترك الثالث وإلا له دور. فإذن سيدنا موسى وفتاه، فتاه مو شباب، فتى يعني هو يدعو إلى الله، وجاء من ناس أسلموا يعني دخلوا في الدين وعملوا بالتوراة واتقوا الله صادقين، هذا فتى يعني ذو عزم يبغى الله طاير، ويعني انبسط منه موسى، فقال تعالى معي نتعلم شيء جديد، حتى يريد يعلمه شيء لا يريد أن يكلمه به، يريد من آخر يعني يخاف أنه لو كلمه يترك، يقول له إيش هذا الكلام الخرافات، تقول له القدر كذا وما القدر كذا، لكن جاء قال كأنه يعني هو يريد يتعلم من الخضر، بلاش الخضر، العبد الصالح يريد يتعلم منه، وهذا يسمع. وأنا ترى شريعتي تمنع، شوف ليش هذا تسوي كذا ويسأل، بس علمه ثلاثة أشياء وقال له خلاص يكفيك هذا، شفت كيف فسر لنا هي وعرفنا خلاص يلا روح في حالك، كان معه طول الرحلة، ولكن ربنا ذكر الاثنين هذول في بقية في 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 العمق، ذكر هذول الاثنين، وإلا النبي أعلى من عبد الصالح، هو عبد صالح ونبي كمان، بس الناس تفهم شيء ثاني. فإذا نحن ندخل شوية القرآن معي حتى نشوف إيش الآيات، ولو إن النظارة فقدت ولكن الحمد لله الله الذي يرينا وليس العين. تعلم الكفر بالطاغوت. فإذا نحن وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، لو تمر علي سنين خلاص، الآن نبغى نعلمه علم جديد. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، هذه بلاش نخوض فيها، فاتخذ سبيله في البحر عجبا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا خلاص نبغى نأكل، جاء التعب بعد ما وصلوا ولا يدرون أنهم وصلوا للمكان المقصود ولهذا الرجل الذي أمره الله يذهب يأخذ منه علما له ولفتاه. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حاجتين، العلم الصحيح لازم هذه الاثنين، آتيناه رحمة، يكون عنده رحمة، اللي تجد عنده غلظة وصراخ وسب وهكذا تجنبه، علمه شيطاني الغضب، علم ديني
ولكن داخليا ما موجود الدين. ها آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا علما، أنه يستحق يبغى نفع الناس فعنده رحمة تفضل هذا العلم. طيب فقال له قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. شوف مثقافة صير عندي يعني رشد، أصير رشيد عاقل أكثر وفاهم أكثر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. شوف يبقى له صبر، صبر، ما تسأل كثير تسأل كثير، أصبر وتتضح المعلومة. هذا سر مع الله، أصبر لما يكون أقرب إليك من حبل الوريد وانت معه وتكفر بغيره تجي أسئلة. أنا كنت أريد الشيء هذا وما حصل، خلي السؤال هذا هوائي كما يقال، يعني لا توجه لبشر، ها وجه لله، يا ربي أنا سألت منك هذا الشيء ما تحصل، وخلي الجواب يأتيك الجواب بعد دقيقة ساعة ساعتين شهر شهرين حسب، إما يتحقق أو تجد حكمة. الله الحمد لله أنه ما حصل هذا الأمر، مثلا أبغى أسافر فورا الآن وأحتاج سفر، يا رب يا رب يا رب السفر، وأنا كفرت بالطاغوت والطيارة رغما عن كل شيء تفعل وتسوي اللي أنا أبغاه، وراح المطار وتعكست، اتصل بالناس هناك أنا جايكم وثقة بالله أنا طلبت من الله ويقين وهذا الحماس جاء، بعدين هؤلاء قال خلاص ننتظرك في المطار في الطيارة إن شاء الله في المطار عندنا في البلد اللي أنت ذاهب إليه، أنا استعد نعرفنا موعد الرحلة، ولما كل الركاب ذهبوا بأي سبب جاء سبب ما تمشي، أنا حاجز أنا كل كلام فاضي هذا الحوادث، بعدين غضبت، يمكن غضبت قلت يا ربي إيش هذا، أنا دعوت وأنا عندي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والألول. فأنت حط السؤال كيف هذا حصل وأنا طلبت وأنا كذا، وخليه بعدين يتضح لك أخبار، إما في البلد هذه صار مشكلة زلزال، البيت اللي أنت رايح له في الحي الفلاني صار في مشكلة، أي حاجة موجودة، أو في واحد عارف أنك جاي هذا البلد ويريد يعمل معك شيء مو كويس، أي شيء تكتشف أنه حصل شيء، قالوا الحمد لله أنك ما جيت، ليش؟ والله وجدنا كذا وكذا وصلنا كذا كذا، حوادث كثيرة، يأتيك سبب، ما هو؟ اسأل وخلي رايح. فاصبر مع ربك هو المعلم، ليس عبدا صالح، الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، انت دخلت في المجال هذا الأعلى الأعلى، انك تبغى علم تبغى سند موجود، تبغى أي شيء الذي تريد. ها فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، مع الله تصبر، اصبر وتجد الخير كله مع الله، ليس عبدا صالحا وفلان أبغى أتصل به علشان أعرف الموضوع هذا وأسأل في جوجل، ما في، مع ربك تجد الجواب 100% صحيح لك لأي سؤال تسأل. أنا شايف مشاكل في هناك، ولا جاري مثلا ولده من يوم خلق لين صار عمره 30 سنة في مشكلة، كيف القانون حق الله يعني غلط؟ لا مو غلط، في شيء ماني فاهمه، فهمني وخليك ماشي، ولا تفهم جارك. يعني مثلا هنا بجيب قصة، قصة في قصة، يلا هذه القصة لرجل رواها أعرفه ثقة 100% وصديق ومن العلماء الكبار حتى نحن لا شيء بجواره، قال في واحد من العلماء يعني يعرفه معبوط ومضبوط ومحتك فيه، جاءت امرأة عنده
وقالت ابني هذا حرارة مرتفعة وتدعو له يا الشيخ. وهو يعني معروف هذا الرجل انه يعني يعطي حجاب، يعني يكتب دعاء ولا يقول يلا خذ امسك، واحيانا يقرا على الناس، واحيانا هو مشهور بالعلاجات علاجات. فجاءت وقالت ولدي هكذا وهكذا وهكذا، قال طيب. اول ما يعني يبغى يعطيها يعني علاج لهذا الولد، جاء ابن الشيخ صغير، ما هو صغير مرة لكنه يعني لسه يعني، فنظر للولد والأم ونظر لأبوه للوالده هو، قال يا أبي كيف تعطي علاج لهذا الولد وهو سيموت غدا؟ المرأة قالت ماذا هذا؟ قال اذهب يا ولد. المهم هرب الولد شاف، فقال دعي هذا ما يفهم، خذ يمسك علاج كذا وإن شاء الله يسكن. وفعلا الولد ما في حرارة، انبسطت وقالت الشيخ هذا ما شاء الله دعالي، ونامت مرتاحة هي إلى أن جاء الغد ومات. فيقول للولد أنت تريد تشيلها هم من الليلة حتى الصباح؟ هو عارف كمان أنه بيموت بكرة، الله أطلعه. لا نقول ما يعني علم الغيب، نحن دخلت دحين في قصة بتسوي لي مشكلة. فحصل ما حصل، الحكمة في هذا إيش هي؟ أنه تعرف الشيء أطلعك الله ما تتكلم. ليش؟ تسوي أذى لناس والشرح لا يفهم لا ينفع، لكن لو هو صبر يعرف بعدين. بالنسبة لعلم الغيب دخلنا فيه، يمكن اليوم ما نسوي قصة. بالنسبة لعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب إلا الله، أنا لا يعني يعلم غيبي إلا أنا. أنا أقول للناس ما حد يعرف في بيتي حاجة إلا أنا، لكن في أهلي يعرفون، أولادي يعرفون، أو مثلا صديق لي يتصل أقول له في عندي في البيت الطعام الفلاني، ما حد يعرفه إلا هو وأهلي. فإذا إذا عرفت الذين أعرفهم خلاص دخلوا في حزبي. لا يعلم الغيب إلا من ارتضى من رسول، يعني يعلم الغيب علم الله. الرسول هذا ممكن ملك ممكن إنسان يعلم الغيب. وكثير حوادث حصلت، ما نبغى ندخل في كثير مشتات. المهم قال إنك لن تصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ مو ما تعرف معلومات، ما حط به شيء مخفي، ما حط به. والآن تأتي الأشياء المخفية عنهم وما صبروا عليها. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. الفتى موجود صامت ويتعلم أدبا مع هؤلاء عبد من عبادنا أتيناه علما، أتيناه رحمة وعلم، وموسى نبي الله، فهو لا صوت له ولا ما خلاص يأخذ. وهذا الاثنين موجودين. كيف تصبر على ما تحط؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني سؤال ما فيش حتى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ما ذنب هؤلاء الناس؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما غيروا زي ما هم سفينتهم وشغالين فيها، وما قالوا نبغى نعصي الله وجاها مشكلة. لكن هذه المشكلة لأنهم مضبوطين، لأنهم مضبوطين مع الله، يخرب الواقع حتى لا يصير أفسد.
خرقت السفينة حتى أنتم عارفين القصة كلها يعني. خرقت السفينة لأنه في ملك يأخذ كل سفينة غصبا، عنده حاجة للسفن، يجمع السفن، إما حرب لبلد ثانية ويجمع السفن من اغتصاب، هات السفينة طلعهم برا. ولما يشوف فيها عيب، شاف فيها عيب، قال اتركوا هذه ما نبغاها. فإذا قدر يحمي قدر، قدر يحميك من قدر. هذا القدر قد يكون صغير، خرق سفينة وغضبوا وهكذا صار عليهم أحوال، أنت غضبان الآن، لكن بعد ما خلص من الملك وقالوا له لا هذه السفينة مخروقة ما نبغاها، قال الحمد لله إنه صارت المشكلة، حمد الله. بعدين أنت أحمد من ذحين ريح دماغ، حمد بعدين. أيضا حق الطيارة هذا اللي راح سافر، وفعلا في سفن يعني الناس راحوا لمصر في السفينة اللي معروف قصتها، في ناس بعدين ظهرت قصتهم إنه حرم من السفر على السفينة وغضب وجاي من بعيد إلى الميناء هذا حتى يسافر، والآن قالوا له روح، غضب جدا ويريد واسطات حتى يسافر. وفي ناس شافوا جابوا واسطات وسافروا وفرحانين فزنا، وهذا لك زعلانين. بعد النتيجة شوف هذا الأجواء كيف صارت. طيب، فإن شاء الله هذا يشوفون الذين سألوا الأسئلة يرون هذا الفيديو. طيب، فإذا هذا صغير اللي هو إيش؟ خرق سفينة، جاء به إلى حادثة أخرى، لقي غلاما فقتله، قاتل نفس، أقتلت نفسا؟ قتل هذا شيء مرة عظيم. قال له ما قلت لك أنا مات لا تسأل؟ قال سامحني معلش ومشوا. أيضا قتل النفس كان والدين يحبون هذا الولد حب أكثر من حب الله، يعني ممكن يتركون أوامر الله علشانه، ممكن يشربون ما لا يرضي الله لأجله، يأكلون ما لا يرضي الله لأجله، يذهبون إلى أماكن لا يحبونها، ولكن يلا معلش الله غفور رحيم، امشي 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 امشي. أرهقهما طغيانا وكفرا، حب شديد مالك قلوبهم. وهذا يودينا لقصة سيدنا يوسف، حب شديد مالك قلبه ولكنه مع الله 100%. هذول مع الله ممكن طغيانا وكفرا. فقتله، حزنوا يوم يومين ثلاثة شهر، بعدين قال بطني إيش في حمل في ولد، انشغل الذهن بالولد الجديد عوض عنه، وفعلا طلع ولد مطيع ما شاء الله، وهذاك دخل الجنة لأنه طفل صغير. حكم ولا ما في حكم؟ فأحيانا القانون، كل قانون يحكم قوانين، وكل قانون مثلا هذا القانون ماشي هو، ولكن من قوته عندك انك انت مضبط نفسك وتجيك اقدار سيئة وتقول انا مضبوط وليش تصير هذه، انت تظن نفسك مضبوط. هذه واحدة. الثانية، انت مضبوط فعلا ولكن هذه الحادثة تفوت عليك حادثة اكبر منها. حتى قالوا بعض العلماء إذا أنت في الحلم، حلمت في الليل أنه جاء السيل وأخذ البيت وهدم ما شاء الله وأخذ العفشك ومات أحد وأنت حزين، يعني خرجت من هذا الحلم وأنت زعلان متضايق، يقال في قدر بيصير لك جعله الله في الحلم، ولكن في الحقيقة لا يحصل، عوضك الله، بدل أن يحصل حقيقة صرت يعني في فجعة وخوف ورعب نفس اللي بيصير لك ولكن في الحلم، وانتهى خلاص ما صير لك شيء في الحياة العادية. هذا كذا.
كمان من هذا من ضمن الأشياء. فإذا قتل الغلام لأجل هدف أعلى وأحسن، فإصابة الغلام مثلا بمرض معاق عندك ها مانع الله عن هذه الأسرة شيء أكبر من كذا. بعدين هذا أفضل بالنسبة لمرحلة الحياة، كما قلنا هذه مرحلة صغيرة، مراحل قدامنا ها. بعد ما ينتهي المرحلة هذه هو ذا معاق ما في عليه سيئات، مش زي الصاروخ، أحسن من إنسان غير معاق ورايح كذا حساب سويت غلط. هذا ما في حساب، حكم عليا. إذن الثالثة، جوا عند ناس لؤمة، دائما الناس كرماء يضيفوا الغريب، خلاص هذا مسكين ما عنده يعني ممكن يمشي مسافة طويلة لا يجد طعام ولا ماء ويهلك، ويمكن جاي كمان من مهلكة كرماء. لكن هذولا طلعوا فيهم قالوا لا ما نبتكم ولا شيء، روح اذهبوا، طردوهم. في طرف القرية في بيت خرابة مكسر مهدوم مهجور وجدار يريد أن ينقض، خلاص يبغى مايل يطيح نهاية، وتحت كنز. وشوف الله أطلعوا علم الغيب، أطلعوا غيب، أطلعوا إنه الجدار هذا تحته كنز، هذا مو غيب، عرف كمان غيب ثاني إنه في غلا، هذا إرث واحد رجل وصالح. شوف علم الغيب، الله يطلع إذا أطلع، خلاص هو قال لك علم الغيب أنا أظهر أطلع على من أشاء. فقال له إيش؟ في كنز لرجل صالح تركه لغلامين، هذه الغلامين في المدينة وهذه قرية، قرية كانوا ساكنين فيها وذهبوا هاجروا المدينة عشانهم يتيم ما له أب ولا أم، في أقارب لهم قالوا تعالوا عندنا واتركوا هذا البيت القمامة الخرابة. هذا شاف كذا بنى الجدار، طبعا تبني جدار في بيت خرابة لناس طردونا على طول علشان كمان يتعلم الفتى. فقال خلاص ما في ما تمشي معي بعد كذا، انتهينا خلاص، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر. فحكى له القصة، وهذه تفيدنا أن الصالح يعني من جوا مضبط نفسه كويس، لو مات يتولى الله أولاده أهله اللي هو مهتم فيهم من أجله يفعل. وكان أبوهما صالحا، عشان كذا أرسل نبي وعبد من عباده يبنون البيت ويحفظون هذا الكنز، لأنه لو انكشف هذول الجماعة يعني راح يأخذوا الكنز ولا يدوهم إياه. طيب فنحن وصلنا للنهاية والحمد لله، ما صار الوقت رغم أنه مواضيع كثيرة ما صار الوقت شديد جدا، فسامحونا وجزاكم الله خير. ونفهم أنه نحن الزبدة يعني نفهم أنه نحن إذا كنا قريبين من الله نسأل الله ونظن في الله الظن الحسن، ولو ما شفنا حسن نظن، بعدين يفهمك الله، يفهمك وتصير تتعامل مع ربك. أسئلة كثير لا تسأل الخلق، ما دام استدليت على هذا الكنز العظيم ها ماذا يفعل العبد مع الله؟ اسأله، وهو بعدين من غير ما تدري أنت رحت جوجل قلت خليني أسأل نفس السؤال، بس إيش جاك إلهام وسألت تلقى الجواب. بعض الناس لما يقول هذا هو اللي أنا أدور له وراح معاه منجرف علمني فهمني وقعد معاه سنة سنتين، ربنا ما يبغاك تتعلم العلوم الأخرى اللي عنده تفسدك، أعطاك شيء خذه وروح وخليك على ما كنت قبل عشان في ملفات. فإذا أنت مع الله ولو في جوجل تكتب يجيك الجواب الصحيح، ولو تسأل يجيك الجواب، لو ما جاك لا تسأل، خليه سألت ما شفت الجواب ما انشرح صدري الكلام هذا كله، وسألت مثلا أبو فيصل أعطاني جواب ما أقنعني أنا،
بدون غضب وبدون زعل، أعرف أنه ما جاء الأوان. أتكلم مع الله مرة ثانية وألح، هذا معنى إلحاح، يعني بعد فترة مو إلحاح الآن أبغى الجواب، لا، اسأل واتركه يوم يومين ثلاثة، اسأل وخليك على كذا، ما دام في ذهنك لازم يجي الحل. إذا ذهنك راح جهة ثانية ونسيت هذه، بعدين ما تدري لجاك الحل كيف. فأنت مع المعلم، مع الذي على كل شيء قدير، ومع الذي هو أقرب إليك من أي أحد آخر. ها؟ وإيش تبغى؟ أسماء الله كلها معك، إذا هو معك. إذا مو معك، لو عرفت أسماء الله بالمعلومات لن تستفيد منها، وهذا حاصل الآن. يقول اسم الله الشافي، لازم تقول كذا وتعمل كذا وتسوي كذا، ما ينفع. ربنا يبغاك تحبه وتعظمه، تقوم أنت تقول أبغى أسماءه عشان أستفيد وأحل المشاكل لي أو أحل المشاكل للناس. هو يبغاك تقرب منه. أنا الشافي، تعلي إذا مرضت. أنا الرزاق، تعلي إذا انقطع رزقك وشفت أنه كلها. اللطيف، تعلي. القادر، تعلي. إيش تبغى أنت؟ يده التي يبطش بها، هذه قدرة صارت عندك. رجله التي يمشي بها، قدرة صارت عندك. تخترق أماكن. لئن سألني لأعطينه، بس أنت ترقى في هذا المجال وتشوف الخيرات ولا تلتفت للآخرين. نفعنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وجعلنا إن شاء الله في هذا الشهر من عتقائه. كل يوم عتق إن شاء الله نكون منهم. أول يوم إن شاء الله نكون منهم، ثاني يوم نكون مرة ثانية مكرر، لأن الذي يعتقه لن يذهب إلى النار ثانية. مش معناته أعتقه ثم يرجع للباطل، يعصم إنه يفعل أشياء توجب النار. يكون في نعيم، في خير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.